مرحبا بحضراتكم مرة تانية وأخبارنا مستمرة، ونروح بقى لحدث كبير جدا اليومين اللي فاتوا يمكن كلنا تابعناه، وحدث رياضي بس عايزين نتكلم عنه كده بشكل أكثر تفصيلا شوية، لأن هي لعبة مصر ليها باع كبير جدا فيها، وعندنا كمان لاعبين في التصنيف العالمي. الحدث اللي بنتكلم مع حضراتكم عنه هو بطولة مصر الدولية المفتوحة للسكواش اللي أقيمت بمنطقة أهرامات الجيزة، وهي أعلى فئة ببطولات هذه اللعبة. بتقدر هنا قيمة الجائزة المادية للبطولة بتقريبا 270 ألف دولار، ده للرجال، وطبعا مثلهم للسيدات. حاجة مشرفة جدا بصراحة. احنا عندنا أبطال كتيرة جدا، يعني خليني أذكر البعض منهم على مستوى الرجال: محمد الشرباجي، مروان الشرباجي، عندنا رامي عاشور، عندنا كريم عبد الجواد. على المستوى اللي هو السيدات عندنا نور الشربيني، رنين الوليلي، يعني أسماء كبيرة جدا قدرت إن هي ترفع اسم مصر كمان عليه على المستوى العالمي. فيعني كل التوفيق، واحنا سعداء حقيقي بيهم. وبرضه من الحاجات اللطيفة جدا والإيجابية جدا هي إن مصر بتستضيف فعاليات رياضية كبرى داخل مواقع أثرية. ده في حد ذاته أمر بيدي يعني طبع خاص جدا للفعاليات دي، لأن هي من الفعاليات الرياضية المهمة اللي بتتم في موقع أثري في مصر في ظل أزمة كورونا واستئناف مصر لحركة السياحة. كمان كان في تنسيق كامل بين وزارتي السياحة والأثار والشباب والرياضة عشان تخرج البطولة بالشكل اللي يليق بمكانة وسمعة مصر، زي ما حصل قبل كده أكتر من مرة الحقيقة في بطولات كتيرة جدا استضافتها مصر في مختلف الألعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي، أكيد مع ضمان سلامة اللاعبين والجمهور من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وكذلك التباعد الاجتماعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. دي بقى فكرة ربط الرياضة بالسياحة أو السياحة الرياضية، زي ما احنا كنا بنقول ان انت بتعمل حدث رياضي كبير جدا، ولكن في كمان مكان تقدر من خلاله ان انت تروج للسياحة عندك. مجرد صورة تتحط في جريدة أو في موقع إلكتروني هي اوريدي بتنشط السياحة لوحدها، فأعتقد دي حاجة جميلة جدا. نروح بقى ان البطولة دي فازت فيها واحدة، خلينا نقول هي يعني بطلة أو حافظت ان هي تكون بطلة العالم للسكواش لمدة سنتين 2016-2017، وكمان عايزة أقول لحضراتكم هي مواليد 95، يعني صغيرة جدا. نور الشربيني طبعا اللي قدرت ان هي تفوز بلقب بطولة هنا مصر المفتوحة للسكواش للسيدات بتغلبها على نوران جوهر في المباراة النهائية لتصبح هنا المصنفة الأولى في العالم. هايلة. ويمكن أنا وإنت كريم دايما لما بنستضيف بطل معانا بنقول إن الشخص الناجح بيكون ناجح في المجالات المختلفة. باباها كان ليه تصريح قريب لما عملوا معاه مؤتمر صحفي يعني أو تصريحات لقاء، يعني كان بيقول إن بنتي ناجحة مش بس في الرياضة أو في السكواش، هي كمان ناجحة في الدراسة. فأنا انبسطت من الناس، انبسطت لما قريت حاجة زي كده، لأن مش سهل إن إنت تبقى يعني تعرف توازن بين حاجتين وتبقى ناجح هنا وهنا بشكل محترف. لكن هو ده النجاح، خلينا نقول زي ما بنتكلم دايما الناجح بيبقى ناجح في كل حاجه. فانا انبسطت كمان لما باباها قال كده. يعني لا، والحقيقه مش مجرد نجاح، احنا بنتكلم على بطله عالم، يعني أيوه. جايبه اخر وجايبه سقف الرياضه دي بالتحديد، بسم الله ما شاء الله، ويعني ان شاء الله ربنا يكرمها بالمزيد والمزيد من النجاحات والبطولات. كمان فاز المصري علي فرج ببطوله مصر المفتوحه للسكواش للرجال بعد ما تغلب على طارق مؤمن بثلاث اشواط دون علي فرج برضو من اللعيبة يعني ناجحين جدا في السكواش، بس كمان هو صغير مواليد 92، وكان 2018 كان أعلى يعني رانكينج وصله أو تصنيف عالمي، هو وصل للتصنيف الثاني، فبرافو برضو، أكيد كلنا فخورين بيه.